سلام جايز، صافا بخير، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذاك. دونك البارح كنا في الصويره، كنت مع الاستاذ الكوتش اللي علمنا شويه الكيت سيرفين. اليوم جيت الاسفي، دونك كيف قلت لكم غنكمل هذا التراجي، هذا صويره اسفي جديده كازا، وتلاقيت مع السي ايوب الكوبي رايتر. تبارك الله عليك اخويا ايوب، شكرا بزاف. استضفنا دابا اليوم في اسفي ودرت مع واحد الجليزه صراحه مباركه بزاف، ومشيت زرت حتى ليكول اللي كنت فيها. دونك الناس اللي متبعيني مش حاضر عارفين بانني تخرج من لينسا في 2018. دونك من 2018 ما بقيت جيت لاسفي، يلاه اليوم كتاب على انني نجي. دونك غادي ندوز اليوم وغدا ان شاء الله عاوتاني غادي نشد الطريق الجديد. خليكم مع واحد جوج ديال النصائح اللي غادي يعطيهم لكم ايوب. حاولت ما امكن انني ندير دي فيديو ديفيرونت في هذا السفر اللي درت. دونك في اكادير كنت درت ديجا واحد جوج فيديوهات، في الصويره درت الفيديو اللي تعلمت فيه واحد شويه دوك الحوايج اللي بريليمينير في الكيت سيرفين، واليوم حاولت كاع نشونجي داكشي كومبليتمون ويكون معايا واحد الغيست في الفيديو اللي يعطيكم شي نصيحه اللي تستافدوا منها. نورمالمون غيعطيكم جوج، هادشي اللي اتفقنا وياه انه يعطيكم جوج. انا غادي نخليكم في هادشي اللي بقى في الفيديو مع ايوب. يلا الاخوان تصلوا لي فراسكم. جايز، كما كتشوفوا مدينه اسفي اليوم استضافت واحد الشخص عظيم يوسف البداوي. بيرسونيلمون انا استفدت منه بزاف د الحوايج، خصوصا في العادات. راه كما كتعرفوا كيقول لك ما كتصنعش الفيوتشر ديالك، كتصنع العادات، وهذوك العادات هما اللي كيصنعوا الفيوتشر ديالك. صراحه النصيحه اللي نقدر نعطيكم، حاولوا ديفلوبيو عادات زوينه، عادات واخا يكونوا صغار ما تحقرهمش. مثلا 15 دقيقه تقرا كتاب، سبور 15 دقيقه، ولكن ديك الريبيتيشن هي اللي كتخلق واحد الامباكت كبير. حاول انك ديفلوبي عادات بوزيتيف، عادات اللي عندهم غوتوغ زوين على حياتك في الفيوتشر. وبيان سور حاول ما يمكن تبعد على العادات النيجاتيف. وحاجه اخرى غادي نزيدها، ما تبقاش في هذيك لافاز ما عندك حتى شي عاده، حيت ملي غتكون هنا ساهل انك تجر العاده الخايبه. مثلا كنتي مثلا شاب، ما تبقاش في هذيك ستيت في هذيك الحاله لانه ما عندك حتى شي عاده، هذه حاجه خايبه، حيت سهل انك تجر التدخين، تجر الحوايج السلبيه. اوكي، ديما حاول انك تعمر وقتك، يعني زرب على الفراغ. اوكي، عمر دغيا، سينو غادي يعمر، هي اما تعمرو انت هي اما غادي يعمر لك بشي حاجه خايبه.